السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن فضل من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. عندنا شيء في الدين يسمى بقانون التعويضات الإلهية، بمعنى أن الحياة لا تسير عبثا، الحياة لها رب ولها مالك مهيمن عليها، يراقب ويسير ويدبر ويجازي ويحفظ ويجيب الدعاء. أروي لكم قصة رجل من الصلحاء، كان يسير في الطرقات وتفوح منه رائحة المسك عطرا شديا نديا، كلما انتقل من مكان إلى مكان صار في الأسواق والطرقات، وكلما جلس مع الناس إلا وتفوح منه رائحة العطر، العطر الجميل، ليس كالذي يباع في أغلى الأسواق، وإنما هو عطر من نوع خاص. سألوه ما سر هذا الكرامة التي تستمتع بها؟ بكى كثيرا حتى ابتلت لحيته، وقال: إنها من بركة من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. حكى لهم أنه لما كان في الشباب كان يستمتع بالجمال، كان وسيما وأنيقا ورشيقا وبشوشا، وكان مساعد تاجر يبيع الأثواب والقماش، وأحيانا يضطر إلى مكالمة الناس بكلام لبق فيه نوع من الحلاوة حتى يثير الزبائن لشراء هذه السلعة. صاحب المتجر طلب منه بين الفائدة والأخرى أن يأخذ بعض القماش والثوب ويذهب يتجول في الأسواق وفي الطرقات والأزقة وينادي لمن أراد أن يشتري هذا الثوب. في يوم من الأيام بينما هو يبيع ويشتري يمر من إحدى الأحياء، تراه امرأة هي الأخرى كانت فائقة الجمال ولكنها كانت تشعر بالحرمان العاطفي. لما رأت الشاب نادته من النافذة أن يصعد إلى شقتها لكي تقتني منه بعض هذه الأثواب، فهو فرح وصعد مسرورا للتو إلى الشقة. لما فتحت له الباب أغلقت عليه الأبواب وأحكمت إغلاقها وقالت: يا هذا، إن غرضي ليس هو شراء الثوب، وإنما غرضي أنني أعجبت بك، كنت أذهب إلى ذلك المتجر وكنت أراك تبتسم وتتعامل برقة مع الأخريات، تبيع وتشتري، وتمنيتك لنفسي، وهو القدر قد جاء بك إلى عندي. الآن أنا لا أطلب منك شيء، أنا الآن وحيدة في هذا البيت ولا أحد معي، وأريد منك أن تعاشرني. هذا الشاب دارت بيده وبعقله أفكار وقال: هذه فرصة لا تعوض. لكنه للتو تذكر بأن الله تعالى عليه رقيب، وأن الله تعالى يسمع ويرى، فإذا به يستحي ويقول: كيف ربي يراني الآن؟ فتمنع عن المرأة، قال لها: إن ربي الآن يراني إذا كان أهلك وعشيرتك غائبين الآن غير حاضرين معنا، لكن ربي وربك يرانا ويسمعنا وينظر إلينا وأستحي منه. قالت له: دعك من هذا الكلام، إما أن تفعل وإما سأصيح بأعلى صوتي وأقول: هذا الفتى تهجم علي وأراد أن يدال من عفتي. فشعر بنوع من الغبن
والمرأة بدأت تتكلم جديا، إما أن تفعل وإما أن أرفع صوتي أمام الملأ حتى يأتي الجيران وتصير سمعتك ملطخة وسوف يشبعونك ضربا. الرجل بدأ يفكر، يا رب إنني الآن في ورطة، ماذا أفعل؟ هل أوافقها وأعمل ما تريد فأنال غضبك، وإما أن أتمنع فتنزل علي أشد العقوبة من الناس، ماذا أفعل؟ بدأ يفكر ويدبر ويقول، يا غياة المستغيثين، يا دليل الحائرين، إنني الآن في ورطة، أنقذني يا رب العالمين. ثم تأتيه وساوس إبليس وتقول له، هذه فرصة ذهبية، عار عليك وعيب أن تضيعها من بين يديك، إنها الآن امرأة جميلة غاية في الجمال وفي شقتها ولا أحد يراكما، إنها فرصة لا تعوض. ثم بدأ يتذكر بأن إبليس فعلا يحضر في مثل هذه المواقف، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فتذكر بأن إبليس معهم الآن في الغرفة في هذه الشقة، إنه يوسوس لها ويوسوس له، وقد على وشك أن يقع في الفضيحة، ماذا يفعل؟ يا رب، يا دليل الحائرين، يا غية المستغيثين. فلما بدأ يناجي ربه إذا به يستذكر حديثا نبويا شريفا، أنه من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال، إني أخاف الله رب العالمين. بدأ يتذكر كذلك قصة نبي الله يوسف عليه السلام الذي تم التغرير به وإغراقه إغرائه، ولكنه استعصم فعصمه الله، وبدأت الأفكار تتلطم في ذهنه. في دقائق معدودات شعر بأن الدم يفور والعقل يفكر ماذا عليه أن يصنع، فإذا بلسانه ينطق ويقول، يا سيدتي، إن كان ولابد، فأنا كما تريني جسمي فيه عرق شديد، هل سمحت لي؟ أين الحمام؟ أريد أن أخذ حماما وأغتسل بالماء والصابون ثم أتطهر ثم أتي إليك. فإذا بالمرأة تفرح وتقول، أحسنت، هذا ما كنت أنتظر منك، ها هو حمام كبير عندي، فيه ماء دافئ، فيه صابون، فيه معطرات، فيه ملابس داخلية، افعل ما تشاء. فعلا دخل الشاب إلى الحمام وبدأ يفكر، يا إلهي أنقذني، يا إلهي إنني أشعر أنني على وشك أن أقع في المعصية، ماذا أفعل؟ يا إلهي، بدأ يناجي ربه وأخذ يفكر، هل أفر من نافذة الحمام؟ حاول كثيرا لكن يبدو بأن فيها قضبان، فيها حديد، هذه النافذة لا يستطيع أن يفر منها، ماذا يصنع؟ فكر ودبر، فإذا بفكرة غريبة تسقط على عقله وتارد على خاطره، فبين الفكرة، دخل الحمام فأعزكم الله، ماذا فعل؟ تبول وقضى حاجته، ثم أخذ هذه القاذورات أعزكم الله جميعا ولطخ بها وجهه وجسده، فأصار فيه راحة كريهة، بول وغائط في جسمه، ثم خرج على المرأة قال لها، ها أنا دا. المرأة لما رأته في هذه الحال قالت، يا مجنون، أخرج عني، أخرج عني. ففتحت له الأبواب وطاردته، فخرج الرجل يجري والناس يرونه في الشارع العام ويضحكون، هذا الوسخ، هذا القدر، ويقول، رباه أنقذني. وقدمه تسير به حتى وصل إلى بيته، دخل إلى غرفته واستحم وغير ملابسه وطهرها، فلما خرج من حمامه إذا بريح طيب يخرج منه، روائح زكية عطرة طيبة تنبعث منه، يقول، يا رب، من أين لي هذا؟ ولما عاد إلى العمل ودخل المتجر، الناس كلهم حوله يقولون، الله، ما أطيب هذه الريح، ما أزكى هذه الريح، من أين اشتريت هذا الطيب؟ قال، أنا ما صنعت طيب، قالوا، والله ريحة طيبة، أينما ارتحل، أينما صار، إلا وتلك الرائحة الطيبة تتبعه، حتى أنه صار يبيع ويشتري
وأغناه المولى ببركة تلك الريحة الطيبة التي جاءت في جسمه. كاد كلما دخل إلى متجر أو إلى سوق التف حوله الناس ويبيع لهم القماش، يبيع الثوب، ودائما الرائحة الطيبة هي الجالبة للناس. بقي على حال هذه وأكرمه الله بزوجة صالحة مصلحة، وأكرمه الله بدرية طيبة، وعاش حياة كلها نظيفة. وكل من سأله وقال له من أين لك هذه الكرامة، يقول من حديث سمعته أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وفعلا بقي هذا الرجل على سيرة هذه عمرا طويلا إلى أن توفاه الله. وحينما توفي كان جسمه الطاهر تنبعت منه الرائحة الطيبة، لا تزال تنبعت، حتى إنهم لما دفنوه في المقبرة كانت القبور حوله كلها تفوح عطرا شديا وعبقا نديا. والسر في كل هذا أيها الأحباب الكرام أن هذا الشاب ومثله كثير يتعرضون للإغواء، يتعرضون للفتن. هناك من يضعف وهناك من يسقط عند أول الطريق. ما الذي يقع له؟ تنطفئ عنده الأضواء، أضواء الإيمان وأضواء اليقين تنطفئ، وبالتالي يحصل على ذنوب وخطايا تعقبها قلق وتوتر وحزن واكتئاب ووساوس. هذا مرض العصر. الكثير ممن يعاني من هذه الأمراض عليه أن يراجع نفسه. لكن من استعصم بالله عصمه الله. ولعل ربنا عز وجل حكى لنا قصة نبيه يوسف عليه السلام لتكون لنا عبرة. فسيد يوسف لما أعطاه الله الجمال وأغوته النسوة، وماذا قال؟ قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فربنا سبحانه وتعالى صرف عنه كيدهن وأدخله السجن، لكن بعد ذلك عوضه خيرا عظيم، أورثه خزائن الأرض، وصار متصرفا في نظام ملك دولة عظيمة آنذاك، دولة مصر، وأعطاه الله مجدا كبيرا. وكذلك مكن ليوسف وجعله الله تعالى من الوارثين في الأرض. هذه قاعدة أيها الأحبة الكرام، أن الحياة لا تسير عبثا. الحياة لها رب ولها مالك ولها مدبر ولها رقيب، وهو سبحانه وتعالى يجازي خيرا كل من يسعى في الخير، ويجازي شرا من يسعى في الشر. فلهذا أدعوكم جميعا أيها الأحبة الكرام، لا شك أنكم سوف تتعرضون يوما ما لمثل ما تعرض لهذا الشاب. فتذكروا بأن من ترك شيئا لله عوضه الله، وسترون كرامات وسترون أمجاد وترون نجاحات وترون خيرات، لأن الله سبحانه وتعالى الكريم يجازي المتقين. وقد قال فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جنة في الأرض وجنة في السماء، ومن دونهما جنتان. جنة في السماء تزينت وتستعد لاستقبال أهلها، وهناك جنة أخرى فوق الأرض ربنا أعدها للمتقين. أين توجد؟ في أي دولة؟ في أي قارة؟ توجد في قلب كل مؤمن. جنة عظيمة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وربنا سبحانه وتعالى وعد بهذه الخيرات، فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب والرشد والخير والإيمان، ويصرف عنا السوء، ويحفظنا من وساوس إبليس وكيد الشيطان، ويجعلنا من عباده المتقين. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.